اهلا بكم في مال واعمال، انا دينا سالم. الليله نستضيف ايهاب رشاد نائب رئيس مجلس اداره مباشر كابيتال هولدنج، وسنتحدث عن اداء الاسواق العربيه، كما ستكون لدينا متابعه لاخر التطورات في الارجنتين ومحاولات اعاده هيكله الديون، وسنتحدث لهيثم الجندي رئيس قسم البحوث في تي ماتريكس. إلى جانب ذلك سنتوقف مع مستقبل طرح الأراضي الصناعية، وسنستضيف الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات. فصل قصير ونبدأ فورا بأهم أخبارنا المحلية. والقرار الأبرز اليوم قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية الخاصة اعتبارا من السبت المقبل. وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إنه سيسمح لتلك الكيانات بالعمل ب 25% من طاقتها الاستيعابية مع تقييم الوضع، وبناء عليه ستتخذ قرارات بزيادة الطاقة الاستيعابية تدريجيا. سنتابع المزيد. هنبدأ الفتح فيما يخص المطاعم والمقاهي اعتبارا من يوم السبت القادم، مع السماح فقط بتواجد 25% من طاقتها الاستيعابية، وبالتالي أصحاب هذه المنشآت المفروض إذا كانت المنشأة مثلا على سبيل المثال كانت المفروض أنها تستوعب 100، يبقى هنسمح بأن يبقى بيستقبلوا 25 فقط يعني عميل أو زبون في المرحلة الأولى، وده إحنا بنتحرك تدريجيا. وزي يمكن ما عملنا في الفنادق، فتحنا الأول 25% والنهاردة وصلنا ل 50% من الإشغال في الفنادق. نفس الشيء إحنا بنبدأ النهاردة في المطاعم والمقاهي بعدد 25% فقط من قدرتها الاستيعابية عشان نقيم الوضع ونسمح بعودة النشاط الاقتصادي لهذه المنشآت. تم الاتفاق على أن يكون موعد غلق كل المحال هو الساعة 9 مساء، وهتكون المطاعم والمقاهي الساعة 10 مساء. المنشآت الثقافية والسينمات والمسارح أيضا يعني اعتبارا من يوم السبت القادم هيتم السماح بفتح هذه المنشآت، ولكن برضو ب 25% فقط من قدرتها الاستيعابية. هيبقى وسائل النقل الجماعي تستمر لغاية منتصف الليل، وبالتالي هيبقى بنفتح المجال لعودة المواطنين لبيوتهم، وطبعا يمكن هتبقى يعود من لغاية منتصف الليل ويعود استئناف فتح الوسائل النقل الجماعي مرة أخرى الساعة 4 صباحا، عشان طبعا الناس اللي بتنتقل إلى أعمالها يبقى عندها الفرصة أنها تنتقل من بدري وتروح لأماكن عملها من بدري. هيتم فتح دور العبادة لأداء الشعائر اليومية، وأنا هنا بتكلم مثلا على أداء الصلوات اليومية المختلفة، ولكن سنستمر في تعليق الصلوات الرئيسية الإسبوعية. هنستمر في غلق الأماكن اللي بيبقى ممكن يحصل فيها تكدس شديد وعدد كبير من المواطنين، وبرضو مرة أخرى لفترة مؤقتة لحين تقييم الوضع. وهنا يمكن لما بتكلم على هذه الأماكن أنا بقصد بيها الحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ العامة. أعلنت هيئة التنمية الصناعية عن فتح باب استقبال طلبات الأراضي الصناعية الجديدة التي تتيحها البوابة الإلكترونية لخريطة الاستثمار الصناعي ضمن المرحلة الثالثة من الطرح، والذي يتقدم عليه المستثمر أونلاين. وقال المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية إن المرحلة الثالثة تشمل 645 قطعة أرض صناعية شاغرة كاملة المرافق بفرص استثمارية جاهزة في 12 محافظة على مساحة إجمالية تقدر بمليون وخمسمائة ألف متر مربع، وتشمل كل القطاعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات. مساء الخير يا دكتور، وبداية وفي ظل أزمة فيروس كورونا، هيئة التنمية الصناعية تطرح هذه الأراضي المرفقة ضمن المرحلة الثالثة، يعني كيف تتوقع أن يكون الطلب على هذه الأراضي؟ في الحقيقة موجود طلب على الأراضي الصناعية من قبل أزمة فيروس كورونا، لأنه عدد الشركات اللي بتتقدم لإنشاء للحصول على تراخيص صناعية وتأسيس شركات سواء في هيئة الاستثمار أو من خلال هيئة التنمية الصناعية يفوق بكثير تلك التي تحصل على الأراضي الصناعية. هناك فجوة بين الشركات التي يتم تأسيسها وبين الشركات التي تتمكن من الحصول على أراضي صناعية، وفي العديد من الشركات لا زالت لم تحصل على الأراضي الصناعية بعد. كانت شكوى المستثمرين طول الوقت انه لا زال هناك مافيا اراضي، ولا زال هناك تجار اراضي بيشتروا هم الاراضي ويعيدوا بيعها مره اخرى. ولذلك الهيئه بتحاول النهارده في المرحله الثالثه على مدى ثلاث مراحل، ودي المرحله الثالثه منها، انها تفعل عمليه التقدم للاراضي من خلال اونلاين ودراسه المشاريع على مدى 70 يوم علشان تبت في المشاريع الجاده وترسي عليها الأراضي. والطرح الثالث الموجود قدامنا ده موجود في 12 محافظة، منهم محافظات في الوجه القبلي ومنهم محافظات في الوجه البحري. على سبيل المثال السادات، قنا، العاشر من رمضان، الأنطار الشرق، المحلة الكبرى، برج العرب، بورسعيد، الوادي الجديد، أسيوط، القطامية، المنيا، دي الأماكن اللي بيتم فيها طرح هذه الأراضي، حتى يمكن التوازن بين احتياجات إنشاء المصانع في الوجه القبلي بدون مقابل. على فكرة معظم الأراضي المطروحة في الوجه القبلي تمليك بدون مقابل، بعض الأماكن زي الأنطرة حق انتفاع، والمحل الكبرى حق انتفاع. طبعا الأماكن اللي فيها حق انتفاع لأنه في ندرة شوية في الحصول على الأراضي عشان يمكن سحبها إذا كان المستثمر غير جاد. لكن في الأراضي التي ستمنح بحق الانتفاع، هل هناك توجيه لمشروعات معينة تحتاجها هذه المناطق؟ ما تم إعلانه من قبل وزارة التجارة والصناعة بالنسبة لتخصيص تلك الأراضي أنه الأولوية فيها للأنشطة الاقتصادية التي تغطي فجوة استيرادية. إحنا طبعا عارفين أنه فترة كورونا دي كان في مخاوف فيها من أنه بعض مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة ربما يحدث فيها إشكالية بسبب إغلاق المنافذ وتراجع التجارة العالمية، وخاصة في دولة زي الصين والاتحاد الأوروبي اللي يعتبر الشريك الأول لمصر. فبالتالي كان الدرس المستفاد إن احنا نسعى إلى إنتاج السلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج محليا كإحلال محل الواردات. دي اللي هيكون لها الأولوية في الطرح الثالث اللي موجود قدامنا اللي بنتكلم عليه. لو تحدثنا عن عدد الأراضي المطروحة، 645 قطعة أرض في عدد كبير من المحافظات كما أشرت، هل من وجهة نظرك هي تتجاوز أو تغطي الفجوة الموجودة ما بين الطلب والمعروض من الأراضي؟ لا لا، لا زال هناك حاجة إلى مزيد من الأراضي الصناعية وإلى التيسيرات بشأن تلك الأراضي. وبالتالي بيتزامن مسألة طرح الأراضي دي مع طرح 12 مجمع صناعي جاهزين للمشروعات الصغيرة المتوسطة في 12 محافظة، 13 مجمع صناعي في 12 محافظة، 9 محافظات منهم في الوجه القبلي وثلاث محافظات في الوجه البحري. دي في الوجه البحري، ودي مجمعات صناعية مبنية بالجاهز بالكامل، جزء منها انتهت مراحل تجهيزه بالكامل بالمرافق، وجزء لازال شغال على نسب تنفيذ متفاوتة. على الأقل النهاردة عندنا في 4 أو 5 مجمعات صناعية جاهزة، تم طرح واحدة منهم في مرغم في اسكندرية، وجاري التنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية بشأن مجمع آخر في بني سويف، وهنشتغل على ده تباعا. فما بين المجمعات الصناعيه الجاهزه وما بين الاراضي المطروحه ده تحرك جيد لتلبيه احتياجات المستثمرين من الاراضي الصناعيه ومن الوحدات الصناعيه، الا انه لا يزال هناك حاجه لمزيد من الاراضي الصناعيه. ولكن خطوه على الطريق، وتفعيل الخريطه الصناعيه مهم جدا، وده اللي بتحاول تعمله هيئه التنميه الصناعيه من خلال هذا الطرح واليات التعامل عليه. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات.
بحث جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع العمالة المصرية العائدة من الخارج مساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة من خلال تقديم التمويل والتدريب اللازم لإقامة مشروعات صغيرة أو تشغيلهم في المشروعات الممولة من الجهاز. وقال جهاز تنمية المشروعات إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدولة للعمل على استيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج، وكذلك الإسراع في توفير فرص عمل لمجموعة الشباب المصريين الذين حرروا من مدينة ترهون الليبية بتوجيهات رئاسية. وللتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد عبد الملك، رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. مساء الخير أستاذ محمد، وفي البداية نحب أن نلقي الضوء على دور الجهاز في مساعدة العمالة المصرية العائدة من الخارج. يعني هل يتم ذلك من خلال تقديم التمويل لإقامة مشروعات صغيرة، أم يعني ربما إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في مشروعات قائمة بالفعل؟ مساء الخير عليك يا أستاذ دينا وعلى السادة المشاهدين. أنا في البداية خلينا أقول إن إحنا بناء على توجيهات القيادة السياسية ودولة رئيس الوزراء في التعامل مع كل العمالة العائدة من الخارج المتأثرة بأزمة كورونا وفقدوا فرص العمل اللي كانوا بيشتغلوها بره مصر، يعني اتفقنا مع السيدة وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج لضرورة يعني تفعيل دور الجهاز في هذا الإطار باعتباره الجهة المسؤولة عن تنمية المشروعات الصغيرة في مصر. خلينا أقول لك ده في اتجاهين. الاتجاه الأول هو الاتجاه السريع، احنا تعاملنا مع العمالة اللي عادت مؤخرا من ليبيا، ال 26 شاب اللي رجعوا مؤخرا، ودول مجموعة فقدوا طبعا وظائفهم وتعرضوا لظروف صعبة جدا، عشان كده الجهاز بادر بسرعة جدا في التعامل معهم والتواصل معهم. التقينا بيهم وسمعنا مشاكلهم وشفنا خبراتهم، وعلى الفور لل 26 شاب بدأنا نشوف ممكن نشتغل معهم ازاي. هو منهم مجموعة كبيرة جدا عندها خبرة في مجال المقاولات وتجارة المواد البنائية ومدشات الحبوب ووسائل النقل بشكل عام، فعندهم ميل ان هم يعملوا مثل هذه المشروعات، فالجهاز بدأ معهم خطوات تنفيذية على طول في إعادة تأهيلهم وتدريبهم، ثم يعني السير في إجراءات استخراج التراخيص والورق والمساندات اللازمة لإقامة مثل هذه المشروعات، وبالتالي هيتم إتاحة التمويل اللازم عشان يعني طبقا لتوجيه القيادة السياسية لازم نوفر لهم ونستوعبهم ونوفر لهم فرص عمل تغنيهم عن فكرة العودة والتفكير مرة أخرى في العودة لليبيا. ده يعني كان التأثير المباشر للقائمة وزيرة الصناعة والتجارة الأستاذة نبيل جامع والأستاذة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة في إطار استيعاب العمالة العائدة من الخارج. البعد الثاني هو العمالة العائدة من الخارج بشكل عام، وهو حاليا في عملية تصفية لهذه العمالة من ناحية اللي منهم كانوا عالقين واصلا هم كانوا عايشين في مصر ورجعوا، ومنهم اللي هو عندهم فرصه عمل ثابته في خارج البلاد وهيرجعوا تاني بعد تحسن الاحوال، اما اللي فقد وظيفته وخلاص هيستقر في مصر فضروري الجهاز طبعا هيشتغل على استيعاب هذه العماله والبحث في امكانيه تمويلهم في اقامه مشروعات جديده، او حتى اذا كانوا يقدروا يتشاركوا مع اصحاب مشروعات قائمه. في كلا الحالتين الجهاز هيقوم بدعمهم من الناحيه الفنيه ومن الناحيه الاداريه، سواء بتاهيلهم للتدريب او مساعدتهم في استخراج مستندات لاقامه مشروعات او تدريبهم، وسيولي الجهاز اهتمام خاص بيهم طبعا، لان دول يعني زي ما السفيره نبيله مكرم قالت احنا مبدانا معاهم ان انت نورت بلدك، ولازم فعلا يحسوا ان البلد بتستوعبهم، وده دور الجهاز وان شاء الله سنقوم به على اكمل وجه. استاذ محمد، هل لديكم تقدير لاعداد العماله المصريه العائده من الخارج بسبب ظروف كورونا وايضا الانكماش الذي يعاني منه الاقتصاد العالمي؟ يعني هما الاعداد اللي وصلت مصر حتى الان تقدر بحوالي 57,000 عائد من الخارج، ولكن طبعا لسه هيتم بقى زي ما قلت لحضرتك تصفيتهم عشان نشوف بالظبط اللي منهم هيستقر في مصر بشكل دائم، ودول اللي هيبدا يتم التعامل معاهم. دول تقريبا من 23 محافظه على مستوى الجمهوريه، وعموما يعني انا بستغل فرصه وجودنا مع حضرتك وبدعو اي حد رجع وحاسس ان هو هيستقر في مصر
انه يتصل بالجهاز من خلال الخط الساخن 16733، يعرف عنوان فرع الجهاز بتاعنا ويتوجه ليه، وفي تعليمات مشدده لكل افرع الجهاز للتعامل معهم بطريقه خاصه جدا لاحتوائهم ومعرفه خبراتهم وقدراتهم عشان نبدا نعمل مسار لكيفيه التعامل معهم يعني. أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات. نتابع معكم مشاهدينا أسعار الذهب التي تراجعت بسبب توقعات بصدور بيانات إيجابية للقطاع الصناعي في منطقة اليورو، وهبط الذهب في المعاملات الفورية بعشر بالمئة ليصل سعره إلى 1752 دولارا وسبعة سنتات للأونصة، وتراجع الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة ليصل إلى 1764 دولارا وثمانين سنتا للأونصة. لكن الأسعار هنا في مصر فيما يتعلق بالذهب آخذة في الارتفاع، ونتابع معكم تفاصيل الأسعار بالنسبة للأعيرة المختلفة. الجنيه الذهب يقترب من 6300 جنيه، وعيار 21 سعر الجرام 787 جنيها. لننتقل مشاهدينا لأسعار الدولار في البنوك المصرية لهذا اليوم، تراجع بعض الشيء عن المستويات التي شهدناها في الأيام السابقة. أما العملات الأجنبية الأخرى فتراجعت في معظمها مقابل الجنيه المصري، متوسط سعر اليورو 18 جنيها و13 قرشا، الاسترليني 20 جنيها و6 قروش. ما زالت المؤسسات الاقتصادية المصرية تحتفي باسم الراحل الدكتور محسن عادل، وقررت إدارة البورصة المصرية إطلاق اسم الراحل على الجوائز المتعلقة بالجهود والنشاطات التعليمية الرامية لنشر الوعي والثقافة المالية. وشهدت النسخة الأولى من مسابقة محسن عادل للثقافة المالية تفاعلا ملحوظا وإقبالا كبيرا، لترفع إدارة البورصة إجمالي عدد الجوائز إلى 22 جائزة بدلا من 7 جوائز. بعد تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية لأربع جلسات متتالية، يرتفع اليوم بعشرين بالمئة ويغلق عند 10764 نقطة. وإي جي أكس 70 على صعود بواحد وعشر بالمئة في تعاملات اليوم، ونجد صعودا أيضا في إي جي أكس 100. أما فيما يتعلق بتعاملات المصريين، سجلت 76% من إجمالي التعاملات، ونصيب الأجانب كان 18% والعرب 14% خلال جلسة اليوم الاثنين. المؤسسات استحوذت على أكثر من 58% من التعاملات مقابل 71.18% للأفراد. الأسهم الأكثر تداولاً من حيث القيمة لهذا اليوم سي آي بي، وتراجع اليوم بأكثر من 10% ليغلق عند 66 جنيهاً و65 قرشاً. أيضاً السويدي إلكتريك كان من الأسهم التي كان عليها نشاط في هذا اليوم، لكنه تراجع ب 23%. في المقابل ارتفع السهم المجموعة المالية، أيضا مجموعة طلعت مصطفى والمصرية للاتصالات. أنهت أسواق المال العربية جلسة اليوم على ارتفاع شبه جماعي المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، ربح 5 نقاط فقط بنهاية التعاملات ليغلق عند 7265 نقطة. ارتفاعات أيضا في الكويت ودبي بنحو 1.5% في كل منهما.
أبو ظبي تنهي على تراجع ب 16%، وهي تصعد للجلسة الثانية على التوالي. وطبعا لاحظنا قوة في عدة قطاعات على رأسها العقارات والاتصالات في دبي. نذهب مشاهدينا للبحرين ومسقط، وأيضا اختتمت اليوم على اللون الأخضر. عللت مشاهدينا الإمارات أنها ستسمح بدخول سائحين اعتبارا من 7 يوليو المقبل لتخفف من إجراءات العزل بصورة أكبر. وطبعا يعني هذه الأخبار الجيدة أعطت أجواء إيجابية في الإمارات وبالتأكيد في البورصة. اليوم مؤشر سوق دبي ارتفع، وكما أشرنا كانت هناك يعني قوة في عدة قطاعات، وشهد 22 سهما ارتفاعا على رأسها سهم دبي التجاري. لمزيد من التحليل ينضم إلينا مباشرة عبر زوم من دبي إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال هولدينج للاستثمارات المالية. عفوا، أرحب بك من مصر يا إيهاب، وخلينا نبدأ مع حضرتك بداية بأداء سوق دبي. ما هي المحفزات التي تجعل السوق يشهد هذه الارتفاعات؟ أهلا بحضرتك أستاذة دينا، وأهلا بالسادة المشاهدين. إحنا النهاردة بنشهد في زخم في سوق دبي المالي. الزخم ده ناتج عن القرارات اللي اتخذت خلال الايام الماضيه بالسماح بعوده السائحين من الاسبوع الاول في شهر جولاي يوليو القادم، مع السماح ل 50 وجهه لطيران الامارات انه يطير ليها، والعوده للمقيمين من البلاد اللي بره يبداوا ان هم يرجعوا ثاني الى الامارات. فبالتالي الامارات اخذت الرياده في فتح المجال لعوده وتنقل السائحين والمقيمين عندها، فبالتالي ده ادى باور في السوق وادى ثقه للسوق ان السوق ممكن يرتفع، وده اللي فعلا انعكس بشكل او باخر على السوق في تداولات امبارح وتداولات النهارده. احنا شايفين النهارده في زخم كبير جدا على سهم دبي التجاري. بنك دبي التجاري استمح او الجمعيه العموميه بتاعته وافقت ان هي تسمح للاجانب بالتملك ابتداء من 14 يونيو، يعني تقريبا من حوالي اسبوع بدات الزخم عليه وبدا النشاط على السهم وبدا في ارتفاعات قويه على السهم. حتى النهارده بيتصدر الارتفاعات بتاعت السوق في دبي. بنشوف برضو بعض الاخبار الايجابيه جايه من القطاع العقاري. امبارح كان في تصريحات قويه جدا للعبار بخصوص اعمار وشركات الاعمار، واحنا عارفين ان الاعمار وشركاتها هي اللي بتسيب العقار في دبي. والنهارده استحوذت يعني اسهم اعمار العقاريه واعمار مولز على ربع السيوله. بالظبط، هو تقريبا في عندنا حوالي 27% من السيوله مستحوذ عليها اعمار مولز واعمار العقاريه، تقريبا حوالي 40% من قيمه التداول برضه مستحوذين عليها السهمين دول. في ارتفاعات قويه جدا على اعمار مولز بحوالي 7%، وفي ارتفاع على اعمار العقاريه حوالي 1.7%. تداولات قويه جدا بعد القرارات اللي اخذتها الجمعيه العموميه، خاصه القرار اللي هو بيسمح بتوزيع ارباح مرحليه سواء نصف سنويه او ربع سنويه، وبالتالي ادى الامل للمستثمرين اللي كانوا قلقانين شويه ان الاعمار ممكن ما توزعش ارباح عن عام 2019، ان ممكن لو الاجواء تحسنت، وزي ما العبار كان بيقول في الاجتماع ان الاجواء شايفها كويسه، ان الارباح التشغيليه بتاعته كويسه، ان الاوبريشن بتاعه والموقف المالي بتاعه كويس، فده معناه ان احنا ان شاء الله هنشهد ارباح ممكن تتوزع للمستثمرين خلال النص الثاني من 2020 او على الاقل الربع الاخير من 2020 ممكن يصرف ارباح. فبالتالي ده ادى زخم قوي جدا لاعمار ومجموعاتها العقاريه واعمار موزبه. طبعا محمد العبار دائما متفائل ويتحدث عن الفرص الكبيرة بالذات في القطاع العقاري. لننتقل لقطاع البترول. شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك أعلنت عن اتفاقية مع عدد من المستثمرين الماليين، وهذا
في مشروعات البنية التحتية وأيضا صناديق الثروة السيادية والمعاشات. نريد أن نفهم أكثر التفاصيل عن هذه الاتفاقية، كيف ستنعكس على القطاع النفطي؟ هي الصفقة أو الاتفاقية دي تعتبر واحدة من أكبر الصفقات اللي بتتم في قطاع الاستثمار في البنية التحتية في العالم. الصفقة دي بتشمل حوالي 76 مليار درهم أو حوالي 20+7 مليار دولار. الصفقة دي هتكون في الاستثمار في أنابيب الغاز اللي بتمتلكها أدنوك. هيبقى في مستثمرين كبار داخلين معاها من المستثمرين المهتمين بالبنية التحتية، يمكن على رأسهم صندوق السيادي السنغافوري. الشركة اللي هتشتغل أو هتمتلك الجزئية دي هتمتلك بنسبة 49% للمستثمرين، وهم من 6 من أكبر المستثمرين في البنية الأساسية، معهم أدنوك ب 51%. الهدف من الصفقة دي إن أنابيب الغاز هتكون تحت الأمبريلا بتاعت الشركة الجديدة دي. حوالي 982 كيلو هيبقى الأنابيب الغاز دي، حوالي تقريبا كده 38 خط أنابيب غاز تشمل أبو ظبي ما بين المواقع البرية والبحرية اللي بتملكها أدنوك. الصفقة دي هتفضل أو هتبقى شغالة لمدة 20 سنة، فبالتالي دي تعتبر من أكبر الصفقات اللي بتتم خلال الفترة اللي فاتت. يمكن آخر صفقة كبيرة كانت عملتها أدنوك واستقطبت فيها استثمارات أجنبية كانت 2017، لما استقطبت إيمي الإيطالية بحوالي 3 مليار دولار، واستقطبت برضو بلاك أند روك بحوالي 2 مليار دولار في اتفاقيه كبيره جدا. وأدنوك زي ما احنا عارفين تعتبر من اكبر الشركات اللي موجوده في ابو ظبي في قطاع النفط، وكان ليها سهم اوريدي نزل للاكتتاب العام من حوالي سنتين في بورصه ابو ظبي او في سوق ابو ظبي المالي اللي هي أدنوك للتوزيع. وتعتبر الشركه بتفتح مجالات للمستثمرين ان هم يستثمروا بشكل افضل. العائد المباشر نقدر نقول او العائد اللي هيبقى يدخل بشكل مباشره على دوله الامارات في حاجه زي كده، احنا بنتكلم في حوالي 37 مليار درهم بتخش بشكل استثمارات اجنبيه مباشره في دوله الامارات. بنتكلم في 6 من اكبر المؤسسات الاستثماريه العالميه بتبقى موجوده وشريكه في الاستثمارات دي. فبالتالي الامارات احنا لو قرينا القرارات او قرينا الانباء اللي طلعت عن الاستثمارات الماليه المباشره اللي دخلت الامارات خلال 19 او 2019، هنلاقي ان هي حوالي 14 مليار دولار، وتعتبر من اول الشركات او من اكبر الشركات اللي ساهمت في الموضوع ده كانت أدنوك، ومن اكبر القطاعات كان القطاع البترولي في ابو ظبي. استاذ ايهاب، مع التخفيف التدريجي الذي تشهده الامارات فيما يتعلق ب حالة الإغلاق التي كانت موجودة على خلفية فيروس كورونا، إلى أي مدى تتوقع أن ينعش ذلك الحركة التجارية والحركة الاقتصادية؟ ومتى يعني تتوقع أن تعود الأحوال إلى طبيعتها في الإمارات؟ هو الإمارات دايماً أو الخليج بشكل عام كان في الربع الثالث اللي هو وقت الصيف او الاجازه الصيفيه دايما بيبقى فيها عمليه من عمليات التريح او الركود في البلاد دي لخروج الاجانب وخروج العاملين الاجانب لبلادهم للاجازه الصيفيه. طبعا السنه دي الوضع غير، فالناس اغلبها موجوده في الخليج، ما حدش سافر، فبالتالي الطلب اللي موجود في الوضع الحالي اللي احنا موجودين عليه او كل السكان اللي موجودين هيفضلوا موجودين، قليل اللي هيتحرك منهم بره الامارات. فبالتالي الطلب اللي موجود في الوقت الحالي هيفضل زي ما هو، مع فتح الاجواء ل استقطاب الاجانب وكل السياح مره ثانيه من 50 وجهه في العالم من 7 يوليو. اعتقد انه مع الربع الثالث ومع نهايه الربع الثالث ممكن احنا مع دخول فصل الشتاء ان احنا نبدا نلاقي القطاع الاقتصادي في الامارات بدا التحرك، لان الامارات بتقوم بشكل كبير على التجاره البينيه، بتقوم بشكل كبير على السياحه. الامارات في وخصوصا دبي هي تعتبر مركز اوسطي بين كثير من الخطوط وكثير من المطارات اللي في العالم بتعتبرها كانوا في الترانزيت بينها وبين الدول المختلفه. فالقطاع التجزئه والتجاره التجزئه اللي بتقول معايا الامارات مع البراندات الكبيره اللي موجوده واكبر الاسماء اللي موجوده، اعتقد مع فتح الطيران هتبقى دي وجهه في الفتره الجايه لكل من يريد ان يتجه الى مكان يغير فيه الفتره اللي فاتت اللي قعدت في البيوت والقعدت الناس في اماكنها. فكل واحد دلوقتي بيدور على مكان ممكن يتحرك ليه. فالامارات مع فتحتها للاجواء بتاعتها وفتحتها
استقبال الاجانب واستقبال السياح، اعتقد هتبقى هي الهدف بتاع الربع الثاني والربع الثالث والربع الرابع كمان من 2020. ويمكن مع نهايه السنه ممكن نلاقي ان المعدلات للتجاره والتبضع في الامارات ممكن ترجع ل 60 او 70% مما كانت عليه في 2019. الأستاذ إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال هولدينج، أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا. نتوقف هنا مع فاصل قصير، وبعده في ظل أزمة كورونا الأرجنتين تصل إلى طريق مسدود في محادثات إعادة هيكلة الديون. أهلا بكم من جديد. تمسكت الحكومة اللبنانية والمصرف المركزي بالحفاظ على الاحتياطات الآمنة من الذهب كملاذ آمن أمام أي تصاعد في الأزمة النقدية التي تشهدها البلاد. وتظهر بيانات مجلس الذهب العالمي أن احتياطات لبنان من الذهب ثابتة وظلت كذلك طيل الأزمة النقدية التي تصاعدت منذ أكتوبر الماضي وحتى مطلع يونيو الجاري، وهذا عند 286 طن من الذهب. اعتمد سلطان عمان هيثم بن طارق برنامج قروض طارئة بدون فوائد لمساعدة الفئات الأكثر تضررا من تداعيات كورونا، وهذا طبعا يشمل القرار الفئات الأكثر تضررا من رواد ورائدات الأعمال وخاصة الحاصلين على بطاقة ريادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذين يعملون لحسابهم الخاص. بدأت الصين تطبيق قرار تعليق واردات الدواجن الأمريكية من الشركات المصابة بفيروس كورونا، وقالت الإدارة العامة للجمارك في الصين إنها أوقفت واردات منتجات الدواجن من مصانع أركانساس بعد ظهور عدة إصابات بالفيروس. هذا وغير صندوق الثروة السيادي الصيني اتجاه بعض استثماراته وحولها من النمط النشط إلى السلبي. وقالت الإدارة العامة للجمارك في الصين أن قيمة أصول الصندوق السيادي تبلغ 914 مليار دولار، بينما تزيد قيمة المحفظة التي جرى تغيير اتجاه نشاطها على 10 مليارات دولار. يبدو أن خطة الأرجنتين لإعادة هيكلة أكثر من 100 مليار دولار من ديون القطاع الخاص وقعت في حال من القلق بعد تفشي وباء كورونا. نتابع المزيد في هذا التقرير. في ضربة جديدة للحكومة الأرجنتينية، وصلت محادثات بلاد التانجو مع الدائنين الدوليين لإعادة هيكلة الديون إلى طريق مسدود، بعد أن عرضت خلال المحادثات الأخيرة نحو 50 سنتا لكل دولار وضمانات مرتبطة بصادراتها. ورغم تمديد المفاوضات أكثر من مرة، تسعى الحكومة الأرجنتينية في المحادثات لإعادة هيكلة الديون بنحو 65 مليار دولار التي أصبحت غير مستدامة، لتكون البلاد على موعد مع فترة ممتدة من التخلف عن السداد. وتواجه الأرجنتين أزمة اقتصادية عميقة هي الأسوأ منذ عام 2001، حيث يعاني الاقتصاد من الانكماش منذ عامين، وبلغ معدل الفقر نحو 40%، وتجاوز التضخم نسبة 50% خلال عام 2019. يأتي ذلك في الوقت الذي تعتبر الأرجنتين من أهم الدول الزراعية في العالم بإنتاج يبلغ 100 مليون طن من الحبوب سنويا. وتخطت ديون الأرجنتين حاجز 300 مليار دولار رغم أنها كانت تعتبر من الاقتصاديات المتقدمة. وتعرضت البلاد لأزمة دستورية خانقة أدت إلى تدهور الوضع السياسي الداخلي، ما أدى إلى توالي 5 رؤساء على السلطة، وهو ما لم تشهده الأرجنتين في تاريخها.
ورغم تحذيرات المحللين من إمكانية تأثير الأزمة التي ضربت الاستثمارات العالمية على الدائنين وجعلهم أقل استعداداً لتقديم تنازلات، إلا أنها قد تشجع الحكومة الأرجنتينية على التوجه نحو صفقة أكثر صرامة. نتابع طبعاً المزيد حول هذا الموضوع مع ضيفي الذي ينضم إلينا عبر الهاتف، هيثم الجندي رئيس قسم البحوث في تي ماتريكس. مساء الخير أستاذ هيثم. خلينا نعرف من حضرتك توقعاتك بالنسبة لمدى نجاح الحكومة الأرجنتينية في التوصل إلى اتفاق مع المؤسسات الدولية الدائنة فيما يتعلق بهيكلة الديون. في البداية برحب بحضرتك أستاذة دينا. بالنسبة لتخلف الأرجنتين عن سداد ديونها، وكان أمر محتمل بشدة من البداية، وده نظرا لحجم الدين الأرجنتيني اللي 80% منه دين أجنبي، والاستنزاف السريع للنقد الاجنبي الممول ايضا بالدين في دعم عملتها البيسو، فضلا عن تاريخ الدوله الحافل بحالات التعثر عن السداد. يعني الارجنتين بتوصف بالسيريال ديفولتر، دوله تخلفت بالديون المره التاسعه في تاريخها والمره الثالثه في الالفيه الجديده، وكمان بعد جائحه فيروس كورونا اصبح الديفولت او تخلف الارجنتين امر حتمي نظرا لتوقف اي ايرادات سواء من صادرات لسلع زراعيه او غيرها. وبالتالي الديفولت او حاله التخلف التاسعه دي في تاريخ الارجنتين بيجي في وقت ثالث اكبر اقتصاد في امريكا اللاتينيه بيواجه ركود للعام الثالث على التوالي، سنتين في عهد الرئيس السابق ماوريسيو ماكري والسنه الحاليه في عهد الرئيس الحالي البرتو فرنانديز، اللي من البدايه منذ توليه في ديسمبر الماضي واعلن ان بلده في حاله تخلف فعلي ودلوقتي اصبحت عمليا متخلفه عن السداد. وربما الركود ده يكون الأسوأ على الاطلاق، عندها تضخم في حدود 50%، أزمة عملة فيها سعر الدولار أمام البيسو في السوق السوداء أكثر من ضعف سعره الرسمي لحوالي 70 بيسو، طاف احتياط النقد الأجنبي في الأرجنتين أقل من 6 مليار دولار، وفرض ضوابط على العملة كابيتال كنترولز من أكتوبر الماضي بحد أقصى للمواطن شراء 200 دولار شهريا. فمن الناحية الاقتصادية هو كوكتيل متكامل لأزمة كاملة. فعلا يعني وسط هذه الظروف الخانقة أستاذ هيثم، ما هي نوع الضغوط التي يمكن أن تمليها المؤسسات المالية الدولية، أو بتعريف آخر الجهات التي تدين لها الأرجنتين؟ أنا أظن أن الضغوط بتمارس من جانب الأرجنتين كحكومة على الدائنين وليس العكس، لأن الأرجنتين ليس لديها ما تخسره. يعني الأرجنتين تخلفت يوم 22 مايو عن سداد فوائد دين بحوالي 500 مليون دولار، ده كان أول ديفولت، وبعدها تخلفت عن التزامين آخرين. فأصبح السيناريو أنه المؤسسات التي يعني تريد أن تحصل على أموالها هي ترغب في أي خطوة أو أي بارقة أمل من ناحية الأرجنتين، اللي هو الخروج بأقل خسارة ممكنة. يعني هي الأرجنتين اقترحت في شهر 4 قبل ما تتخلف رسميا أنها يتم إسقاط 5% من القيمة الإسمية من الدين اللي هو اللي بيتم إعادة التفاوض عليه أو إعادة هيكلته اللي هو البالغ 65 مليار دولار، وإسقاط 62% من فوائد الدين. ده كان هيوفر لها ديت ريليف إعفاء من الدين حوالي 40 مليار دولار. ده كان المقترح اللي رفضه الدائنين، والأرجنتين بتتعامل مع ثلاث فئات من الدائنين، وده برضه بيخلي دي وجه استفادة للأرجنتين إنها ممكن تكسب تأييد فئة وتفقد التأييد الأخرى، وبالتالي هتجعل لو وافقت فئة من الفئات الثلاثة على العرض الأرجنتيني قد يجبر الآخرين على الرضوخ. بماذا تقصد بثلاثة فئات من الدائنين؟ طبعا نعلم المؤسسات الدولية ودول أخرى، وما النوع الثالث؟ يعني عندنا فئه من الدائنين ممثله مثلا اللي هي بتسمى الاد هوك كريديتور جروب، دي بتشمل شركه بلاك روك وشركه اشمور جروب، وفئه ثانيه بتشمل مؤسسات اخرى، والمؤسسات دي بتنوب عن مستثمرين اخرين. نعم. فهي بتتفاوض مع اكثر من فئه في وقت واحد، ومفاوضات اعاده هيكله الدين دي كده اتاجلت للمره الخامسه، الميعاد القادم يوم 24 يوليو. بتوقيتنا بتوقيت القاهره هيبقى الساعه 11، لو الارجنتين لم تتوصل لسداد او سوري لديل مع الدائنين في الحاله ديت هيتحول الديفولت من سوفت ديفولت لهارد ديفولت. الهارد ديفولت ده هيعيد للاذهان ازمه 2001 ووضع المنبوذ اللي عانت منه الارجنتين على مدار 15 سنه من حرمانها من لجوء لاسواق الدين الدوليه. نعم. حتى جاء ماوريسيو ماكري بافكار وبطموحات ان هو يعيد الارجنتين على الساحه الدوليه، ولكن سرعان ما تلاشى كل هذا التفاؤل بعد عامين بالضبط، بعد 2018 ورفع الفدرالي الامريكي لاسعار الفايده ودخول الاسواق الناشئه في ازمه عمله، وقتها كانت ساعتها البيسو الارجنتيني فقط 50% من قيمته.
نعم وبالتالي المهله الاخيره اللي هي 24 يوليو انا اظن دي يعني اخر فرصه، وبس ارجح ان الدائنين هيتوصلوا لديل، خاصه صندوق النقد الدولي نعم. بيضغط هو الاخر من جانبه لتوصل الجانبين لاتفاق، والارجنتين من مصلحتها التوصل لاتفاق لانها في اشد الاحتياج لكارد جديد من صندوق النقد، يعني نعم. هي واخده 44 مليار دولار حتى الان من اجمالي 57 مليار دولار اللي هو الكارد القياسي في تاريخ الصندوق، ولكنها نعم. بحاجه الى كارد اضافي في ظل ما تفرضه جائحه كورونا من تداعيات وضغوط على الاقتصاد الارجنتيني. انا بشكرك شكرا جزيلا هيثم الجندي على وجودك معنا. نتوقف مع فاصل قصير، وبعده رئيس البنك الدولي يدعو لاتاحه اعفاءات اضافيه من اعباء الديون للدول الاشد فقرا. قال رئيس البنك الدولي إن مبادرة تجميد ديون الدول الأشد فقرا في العالم التي أعلنتها مجموعة العشرين تحقق تقدما، وأضاف أن 35 من 73 دولة مؤهلة تشارك في مبادرة مجموعة العشرين، والتي ستجمد خدمة مدفوعات الديون الثنائية الرسمية حتى نهاية العام. وفي فرنسا، بعد أن توقعت الحكومة نتائج الأزمة الاقتصادية السلبية على البطالة، طلبت الحكومة البنوك بضرورة تمويل الشركات الصغيرة لاستعادة نشاطها. طبعا على الجانب الآخر، فتحت دور السينما الفرنسية أبوابها، وهناك حركة متزايدة من النشاط نرصدها من خلال الزميل خالد شقير مراسلنا في فرنسا. أهلا خالد، وبداية نحب أن نسألك على شكل الحركة والنشاط في القطاعات التجارية في فرنسا بعد القرارات الأخيرة. مساء الخير زميلتي العزيزة دينا، تحياتي ليكي ولفريق العمل على وجه التحديد ومتابعين قناة إكسترا نيوز. فرنسا عادت إلى الشارع مرة أخرى بعد انتهاء المشكلة الصحية والتوقع حدوث يعني الجولة الثانية من مرض كورونا فيروس، لن يكون قبل الخريف القادم أو فصل الشتاء القادم. هذا جعل الفرنسيين يحاولون السباق مع الوقت. العودة إلى المدارس أصبحت إجبارية منذ الأمس، وأيضا العودة إلى دور السينما وإلى الحياة الطبيعية. الصراع كبير جدا مع الوقت لمحاولة تقليل الخسائر الاقتصادية الكبيرة، ومن المعروف دينا أن برونو لومير وزير الاقتصاد الفرنسي والرئيس الفرنسي نفسه قدم كثير من الدعم لقطاع الطيران وقطاع السيارات وشركات الكبرى، ولن يعني يقف هذا الدعم فقط للشركات الكبيرة، بل شمل أيضا القطاع الخاص والشركات الصغيرة وبصفة خاصة قطاع السياحة والمطاعم التي حتى هذه اللحظة تشهد حالة كبيرة من الركود في انتظار يعني الأجازات، وهي ستبدأ في الأسبوع الثاني من شهر يوليو القادم. نعم. طبعا فتح الأجواء مع أوروبا ستحاول تعويض أو تخفيف الخسائر في قطاع السياحة، وبصفة خاصة أن فرنسا ما زالت بالنسبة للدول غير الأوروبية أجواءها شبه مغلقة. طيب خالد، أحب أن أسألك على الدور المتوقع من البنوك الفرنسية لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، يعني ما نوع التمويل الذي سيمنح لهذه القطاعات؟ يعني المطاعم والشركات الصغيرة وشركات المباني الصغيرة والمحلات الصغيرة، الدولة الفرنسية أصدرت قرارا للبنوك الفرنسية البنك دو فرانس على أساس تقديم هذه الأموال أو هذه المساعدات. كان من المعروف دينا أن هذه الأموال والمساعدات لها شروط خاصة، هذه الشروط الخاصة هي عبارة عن الميزانية أو الأرباح التي تحركها هذه الشركة أو تلك، ولكن أصبحت الدولة الفرنسية هي لي جارون أو لا جارونتي أو هي الضامن
في حالة عدم سداد هذه الديون. نعم. ستدفع الدولة الفرنسية هذه الأموال عن هذه الشركات وهذه الأفراد، والهدف هو عدم الذهاب ذهاب الآلاف والملايين من الشباب الفرنسي إلى البطالة. أخبار جيدة جدا، أشكرك شكرا جزيلا الزميل خالد شقير من فرنسا. وبهذه الوقفة نكون قد وصلنا لنهاية مال وأعمال لهذه الليلة، أشكركم جزيلا على المتابعة.